ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنكمل قصه هالك الخالد كوميكس امورتال هالك. لو لسه داخل جديد فانصحك بقوه تشوف الاربع فيديوهات اللي قبل ده على طول عشان تبقى عارف احداث القصه من اولها. النهارده هنتعرف على شخصيه ذا ليدر واصعب خصم واجهه هالك في قصتنا لغايه دلوقتي، عشان ممكن يبقى فيه خصوم اصعب منه بكتير في اللي جاي ان شاء الله. فقبل ما نبدا في السريع ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات او الاشعارات، ويلا بينا. من 15 سنه كان ساميول ستيرنز مجرد عامل في مصنع بيمارس حياته بشكل ممل، ولكن في يوم من الايام حصلت حادثه واتصاب باشعه الجاما وجسمه كله احترق من الداخل، وهنا مات لاول مره. بعديها بايام فاق في المستشفى، لقى نفسه مش فاكر اي حاجه غير باب اخضر. ايه السبب اللي خلاه يرجع للحياه؟ ايه القوه اللي رجعته؟ وهنا ابتدت مذكراته ورحلته. الايام بتعدي وسام ذكائه بيزيد وبشرته بتتغير للون الأخضر لغاية ما بقى وحيد في العالم ده. في يوم حب يسرق أبحاث دكتور بانر، بس هالك كان له بالمرصاد بقوته الجبارة والمفزعة، وهنا سام اكتشف إنه مش وحيد. قرر يدرس هالك، يجنده، يكون معاه فريق أو يستغله للوصول للمعرفة، بس هالك أقوى من إن حد يستغله. في معركتهم الطاحنة سام استخدم جهاز محول أفكار صنعه الواتشرز أو المراقبون للسيطرة على هالك، بس ما قدرش يستحمل قدرات الجهاز الذهنية وعقله انفجر في ثواني، وهنا مات سام للمرة التانية وراح الجحيم. وهناك قابل الواحد أسفل الكل اللي اعترف بيه كابنه، ولما رجع تاني للحياة نسي كل حاجة عن الجحيم وما بقاش فاكر غير الباب الأخضر، وكل ما بيموت وبيرجع ما بيبقاش فاكر غير الباب الأخضر، وكان دايما شايف انه بيرجع للحياة بسبب عبقريته مش بسبب قوة خارجة عن الطبيعة. بعد سنين صنع سام أو ذا ليدر قنبلة جاما ضخمة وأسقطها على مدينة نيويورك. قنبلة قتلت آلاف المواطنين، بس صنعت خمس شخصيات كلهم اكتسبوا قوة خارقة من أشعة الجاما، ومن بينهم كان جيسون مكاو أو ما يسمى برجل الأرواح، وده قادر على استعادة أرواح البشر بعد موتهم. ولما مات سام مرة تانية ابتدى يستخدم عقله ويسجل بذاكرته كل اللي بيحصل له في الجحيم، ورغم خوفه ورعبه لأول مرة الليدر بينظر للواحد أسفل الكل وبيشوف الحقيقة، لأول مرة بيؤمن. بتتوالى الأحداث، وكل ما ذا ليدر بيموت بيكتسب قوة جديدة، بيدرس كل اللي بيحصل له، علاقة أشعة الجاما بالجحيم والكيان أسفل الكل. عمل مع مافيستو في جحيمه الخاص، دمج ذكائه مع ذكاء اصطناعي صنعه بروس بانر، وكان عايز ياخد شي هالك حليفة ليه بعد ما ماتت على ايد ثانوس ومرت بنفس تجربته في الجحيم. دراساته وابحاثه خدوه للمستقبل، مستقبل هالك دمر فيه كل حاجة واعاد بنائه من جديد. الليدر بيقتحم الجحيم، بيجلب براين بانر والد بروس بانر للحياة. كان براين بالنسبة له الخطوة الأخيرة لتحقيق هدفه لفهم أشعة الجاما، فبعد كل ما درسه ومر بيه هو أكتر واحد يعرف خبايا الجحيم والباب الأخضر. أما في عقل بروس بانر، بيحاول بروس بكل ما لديه من قوة تحرير الشيطان هالك من سجنه، من السلاسل اللي بتقيده. كل ما يبص على السلاسل بتزداد قوتها، بيزداد حجمها، بيخش عليه هالك الطفل المتوحش، بيكلم بروس بغضب وبيعاتبه، أنت اللي حبست الشيطان هالك، أنت السبب في كل ده. بانر ما بيحبش هالك، عايز يخفي هالك، يقتله، ولما فشل في قتل هالك بانر قرر ينتحر ويقتل نفسه. بانر مستعد يقتل نفسه بس ما يسيبش الهالك يعيش. هنا بانر بيبص له وعلامات الندم بتظهر في وشه، انت صح، انا اسف يا هالك، انا كنت فعلا عايز احبسك واقتلك من خوفي، بس عرفت انك بتحبني متاخر، وانا كمان بحبك ومستعد اعمل اي حاجه، ارجوك اديني فرصه اخيره. هالك بيوافق، وهما الاتنين بيشدوا سلاسل الشيطان هالك على امل تحريره. في الوقت ده جو فيسكت اللي هو مسيطر على جسم بروس بيتكلم هو وسامسون عن هالك، والناس كلها بقت بتحبه دلوقتي بعد ما انقذ العالم من شركة روكسان وبالنسبة لهم بطل. سامسون بيسأل عن الشيطان هالك، جو بيقول له الشيطان محبوس في قفصه، بروس بيحاول يحرره، ومع غياب الشيطان الطفل هالك هو اللي بيتحكم في هالك لما بيغضب. لازم اكون اذكى شخصيه لبروس في غياب الشيطان، لازم استغل الفرصه دي واتالق. بتظهر قدامهم بيتي بهيئتها المتوحشه، بتطلب من جو يطلع بروس ويكلمها عشان مخنوقه. بروس بيطلع وبيستلم القياده، بيتفاجئ بمنظر بيتي المتوحش وبتبدا كلامها، انا هسيب الشادو بيس، انا حاسه اني عايشه في قفص.
بروس بيتوتر وبيقول لها بس انا محتاجك جنبي، ممكن ترجعي يا بيتي بهيئتك البشريه ونتفاهم؟ لا انا بيتي. انت مش بيتي، انت هيئتها المتوحشه اللي بتمثل غضبها وكراهيتها. انا عايز بيتي، عايز مراتي. بتمسكه بمخالبها وبتتعصب، انا بيتي. بروس بيرد عليها بغضب، انت شر، انت وحش، كائن مكروه، انا عايز اكلم مراتي اللي انا بحبها. بيتي بتبص له بكسره وبتسيبه وبتمشي. بروس بيحس بالندم وانه غلط لما قال لها كده، وبيحاول يتاسف ويصلح غلطته، بس بيتي بتخرج من قاعده الشادو بيز وبتطير نحو غروب الشمس. بعد ايام العمده عزم هالك لحفل خيري وبيعلن انه بطل قدام الصحفيين والعالم كله. هالك الطفل مبسوط وبيسلم على اصحابه زي العيال وبيقول نكت للعمده والجو لطيف. اما في معمل شادو بيز فمجوين عايزه تفعل جهاز التنقل الاني عشان تنقل هالك للمعمل في حاله عمل حاجه مش متوقعه او فقد اعصابه، بس سامسون بيقول لها ان هالك الطفل مسيطر على الوضع ولازم تسيبه يستمتع بحياته وسط الاحداث اللي حصلت. بيخش لك اللي مستحوذ عليه ذا ليدر على هالك وبيلمسه وبينقله طاقه مخيفه من اشعه الجاما، وبعديها بيقول للصحفيين قربوا كاميرتكم خدوا سيلفي مع الهالك بسرعه قبل ما يتجنن. الكل بيضحك وبيفتكروه بيهزر، وهنا هالك بيبتدي يحس ان في حاجه غلط. طاقه الجاما اللي خدها من ريك جسمه كله مش قادر يستوعبها، بيبتدي يصرخ ويقول في حاجه بتوجع هالك، هالك بيتألم. وفجأة هالك بينفجر زي البطارية وبيخلق موجة ضخمة من أشعة الجاما المشحونة جواه، بيدمر جسم العمدة والصحفيين وبيشوه جسم صاحبه ريك. وسط فزع الصحفيين الموجودين في المكان جاكي بتصرخ لهالك هالك اهدى هالك أرجوك. ليدر بيكلم الناس من خلال ريك وبيقول وهو متشوه جاكي أنا ما بقتش حاسس بإيدي. هالك بيسقط على الارض في انهيار، الصحفيين لسه بيصوروه، العالم كله بيتفرج على اللي عمله وبيتفرج عليه وهو بيعيط وبيقول هالك ما كانش قصده، هالك ما كانش قصده. سامسون بيصرخ لمجوين تنقل هالك بسرعه للشادو بيز، بس مش قادره تحدد موقعه بالظبط بسبب اشعه الجاما اللي حواليه. هالك لسه بيعيط ومنهار زي الاطفال. جاكي بتحاول تقرب منه وتهديه، هالك بيقول لها تبعد عنه خايف يأذيها زي ما اذى ريك وقتل العمده من غير قصد. هالك بيكمل عياط وفجاه بيظهر كريل بسلسلته الحديديه وبيطيح بوش هالك وبيدفعه بعيد. بيظهر اعضاء الالفا فلايت، تاتانيا مستعده للهجوم وباك ماسك مدفع ضخم وبيضرب قذيفه حارقه على جسم هالك. هالك بيسقط على الارض وبيعيط وهو بيقول انتوا صحابي مش عايز اذيكوا. تاتانيا بتنقض عليه وبتدوس عليه مرارا وتكرارا بتكسر ضلوعه. جاكي بتصرخ وبتقول لها ابعدي عنه ما كانش قصده، اللي بتعمليه ده غلط ممكن يجننه اكتر، هالك طفل صغير. تاتانيا بتزق جاكي بعيد وبتوقعها على الارض وبتقول لها انا بحاول احميكي واحميه. هالك بيشوف جاكي بتقع قدام عينه وبيتجنن. في الوقت اللي كريل فيه كان بيخنقه هالك بيشيله بمنتهى القوه وبينتزع دراعه من مكانها وهو بيصرخ تاذي اصدقاء هالك، تاذي هالك، هالك هيأذيكم كلكم. تاتانيا بتتجنن وهي بتشوف جوزها على الارض فاقد ذراعه، بتركب صاروخ طائر وبتتوجه على هالك بكامل قوتها وبتدفعه بقبضتها وسرعتها الجنونيه جوه شاحنه حمل الصخور وبتدمر بيه الشاحنه بالكامل وبتسقطه على الارض وبتبتدي تنهال عليه بلكمات متتاليه. في الوقت ده ميجوين مش عارفه تحدد موقع هالك بالظبط عشان ترجعه للقاعده بسبب اشعه جاما اللي حواليه. بتطلب من سامسون ينزل المعمل يجيب لها فلاشه من الدرج تدرس بيانات التنقل الاني عشان تعرف ترجع هالك. كل ده وذا ليدر بيبص من عيون ريك المشوه وبيضحك على اللي بيحصل. اثناء قتال تاتيانا وهالك، هالك بيوجه قبضته وبمنتهى القوه بيضرب تاتيانا وبيدفعها الموقع مليان معدات بناء حواليهم. وهنا كريل بيشوف مراته بتتهزم بيمسك كتفه المقطوع وبيقول ماري ماري حصل لها حاجه لازم اتصرف لازم اتصرف، وبيسحب كل اشعه الجاما المحيطه بالمكان وبيتحول لوحش عملاق اقوى وابشع من هالك وهو بيصرخ انا اللي هكون الجاما. بينزل سامسون للمختبر تحت عشان يجيب لميج وين الفلاشه، بيخش على مجموعه من العلماء بيلاقي خزان جواه حامض جواه ديل فراي جثه حيه مشبعه بالجاما. اللي مش فاكر ديل فراي فاحنا اتكلمنا عنه في الجزء الاول، الشاب الجامعي اللي ابوه حقنه بالجاما ومات واتدفن وهالك عاقب ابوه وحبسه في الكهف.
ديل فراي طلع ما ماتش، وسامسون بيطلب من الدكاتره يساعدوه ويخففوا ألمه، بس الدكاتره مش عارفين يعملوا ايه. واحد من العلماء بيشرح وضع ديل فراي وفجاه بيبتدي يصرخ في ألم، بيرجع اشعه جامع من بقه وبيدوب بالكامل قدامهم. ووسط فزع الموجودين سامسون بيسمع صوت مرحبا لينورد، وبنشوف ايد ديل فراي بتخترق الخزان والهيكل العظمي للدكتور وبيقتله. في الماضي دكتور فراي حب يحمي ابنه من الإصابات، فحقن إيده بمصل مكون من أشعة الجاما. ديل ابنه ابتدى ينزف من كل حتة، وفجأة شاف باب أخضر بيخرج منه واحد. زليدر بيقرب منه وهو بيموت وبيقوله أنت هتفضل عايش في الدايرة المفرغة دي كتير، هتموت ببشاعة، ترجع تاني للحياة، هتلاقي نفسك مدفون في قبر وجسمك كله بيتحلل بالكامل لغاية ما هتبقى جثة متحركة عايشة في ألم بس. أنا أحررك من المعاناة دي، اسمح لي أسيطر على عقلك، اسمح لي أعيش من خلالك. نرجع للوقت الحالي وزليدر مسيطر على ديل وبيقول لسامسون بقالي كتير ما شفتكش، إيه مش متحمس لرؤية صديقك القديم؟ مش فاكر صوتي؟ وبنلاقي ديل بيقطع جلد راسه وبيطلع لنا شكله الحقيقي. سامسون بيتفزع يا إلهي زليدر، بيستعد للهجوم عليه بس زليدر بينقض عليه بمنتهى القوة وبيغرس صوابعه في عينيه وبيقتله وهو بيقول الموت مجرد باب يا سامسون، خبط وادخل. في الجحيم بيظهر زليدر بشكله الحقيقي قدام سامسون الضعيف. سامسون بيقول بخوف أنا جيت هنا قبل كده صح؟ زليدر بيرد دايما بتيجي هنا لما بتموت، بس مش بتقعد كتير، قدرتك للرجوع للحياة أسرع مننا كلنا، الباب الأخضر بتاعك اتفتح مستني عودتك للحياة، أنا ممكن أخش مكانك أسيطر على عقلك زي ما سيطرت على ريك وديل فراي، بس أنا مش هعمل كده. وبيبتدي زليدر يتلاعب بالباب الأخضر بتاع سامسون وبيظهر نور ساطع أحمر قوي بيخلي سامسون يصرخ القوة دي أكبر بكتير من إنك تتلاعب بيها. زليدر بينهي اللي عمله وبيحول الباب الأخضر لباب أحمر مرعب، باب غاضب، باب بدون سحر، وبيقول لسامسون دلوقتي يا صديقي هتفضل محبوس هنا للأبد. بنرجع للحاضر وبنلاقي كريل بيوجه لكمة بإيده العملاقة لهالك، بيسبب إعصار ضخم بيدمر كل حاجة حواليه، بس هالك بيقاوم الإعصار وبيتشبث بإيده ورجله في الأرض وهو بيصرخ هي دي قوتك؟ هو ده اللي تقدر تعمله؟ دي مجرد نسمة هوا بالنسبة لي، أنا هوريك العاصفة الحقيقية. وبيسقف بإيده الاتنين وبيخلق موجة عملاقة بتحول كريل لأشلاء. في الوقت ده زليدر ديل فراي كان قتل سامسون وبيطلع فوق للمختبر، أما زليدر المتحكم بريك فبيبص على هالك وبيضحك، وده بيغيظ تانيا اللي بتجري عليه وبتقوله بتضحك على إيه بحق الجحيم؟ ريك بيوجه لها لكمة قوية بإيده وهو بيقول بضحك على الوحش الغبي وجوزك الحقير. كريل بيستجمع قوته من تاني، شايف مراته بتتضرب، بيحاول ينهي معركته مع هالك وبيلكمه لكمة أقوى من اللي قبلها. كل ده والعالمة ميجوين قدرت تصلح جهاز التنقل الآلي، بس مش عارفة تنقل مين الأول، هالك ولا ريك المشوه. تاتيانا بتستعيد قوتها وبتستعد للجولة التانية وهي بتقول لريك أيها الحقير أنا هعرفك غلطك. وفي نفس الوقت ده كان ديل فراي اللي بيتحكم في زليدر وصل لمختبر ميجوين. تاتيانا بتندفع بصاروخها الطائر وبكل قوتها بتحاول توجه لكمة ريك. دكتور ميج وين مش عارفة تختار ترجع مين، ووسط ترددها بتلاقي الحل الأمثل، المفروض ترجع ريك لأن هالك كده كده خالد. وفعلا بتضغط على الزرار وبتنقل ريك في نفس الوقت اللي تاتيانا كانت هتضربه فيه. زليدر المتحكم في ديل فراي وريك بيضحك من خلالهم وبيقول كل حاجة ماشية حسب الخطة. وهنا باك بيحضر مدفعيته وبيصوبها على هالك وبيوجه قذيفة حارقة على راس هالك بيحولها لأشلاء، وبيسقط هالك على الأرض فاقد الوعي وبيعم الظلام. في عقل هالك يقبع الشيطان هالك في سجنه مش قادر يتحرك ولا عارف يتحرر، يا ترى هو لسه مسجون ليه؟ المفروض هالك قضى على زمنه، مين اللي سجنه دلوقتي؟ في الماضي من سنين طويلة وبروس بانر طفل أبوه بيضربه وبيعمله وحش كان بيطلع له بالليل وهو نايم. بروس كان بيخاف من الشيطان هالك، كان بيكرهه بس هالك كان بيحبه، كان بيفضل جنبه يواسيه وبيطلب منه انه يقتل ابوه اللي بيأذيه، بس بروس كان دايما بيرفض لانه فاكر ان في يوم ابوه هيحبه. في داخل عقل هالك زليدر قدر يسيطر على محطم العوالم اقوى نسخة من هالك، بيسحب الطفل هالك بسلاسل من حديد وهالك بيعيط انا عايز بابا. ليدر بيضربه وبيقوله بابا جنبك اهو. بيوصل زليدر لجو فيسكت وبروس بانر المحبوسين مع الشيطان هالك.
ذا ليدر بيبص لبروس وبيقول له انه محتاجه يروح للباب الاخضر، اما الليدر الحقيقي في الجحيم فبيكلم سامسون وبيقول له انه بقى صعب عليه يفتح تلات ابواب في نفس الوقت، يتحكم في تلات شخصيات. بتجري العالمة اللي هربت من المختبر وبتصرخ لميجوين تهرب، ديل فراي قتل سامسون، بس قبل ما تكمل كلامها بيظهر ليدر ديل فراي وبيذوب جسمها بالكامل، بيقرب من الدكتورة هو وليدر ريك، بيقولوا لها مع بعض نفس الجمل اللي مش مفهومة، لأن صوت ذا ليدر الحقيقي اللي بيكلم سامسون بيطلع من خلال كل اللي بيتحكم فيهم. بيقرب ليدر ديل فراي من الدكتورة وبيقول لها أنا ممكن أسيبك تعيشي، تعالي معايا إحنا نقدر نحقق المستحيل سوا. الدكتورة بتبعد وبترفض طلبه قائلة اذهب للجحيم، وبتستعد للموت. في الجحيم بيقدر سامسون يمسك عمود حديد في اخره طوبة ضخمة وبينهال على ذا ليدر بمنتهى القوة وبيهشم راسه، ده بيخلي الليدر يصرخ في ألم، وكل الناس اللي بيتحكم فيهم زي ريك وديل ومدمر العوالم هالك بيتأثروا بألمه وبيصرخوا معاه، وده بيخلي الدكتورة ميج وين تستغل الفرصة وبتفتح جهاز التنقل الآني وبتقسم جسم ريك نصين وبتهرب بسرعة. ذا ليدر بيتألم أكتر وبيصرخ بشكل بشع لدرجة إن عينيه بتنزل دموع من الألم، وبعد ما بيخف ألمه بيفوق، وهنا في عقل هالك جو فيسكت بيستفزه، بس بروس بيقول له يهدى وما يضايقوش. ذا ليدر بيمسح دموعه وبيقول لبروس نصيحة جيدة يا بروس، صديقك هشم راسي وصديقتك قسمت جسمي نصين على المستوى الذري، انا مش في المود دلوقتي. ذا ليدر بيرفع جسم بروس بانر الضعيف وبيفتح بوابة خضراء للجحيم، وهو بيقول لبانر يلا بينا انا محتاجك، يلا مفيش وقت، محتاجين نشوف ابوك. جو فيسكت بيصرخ لذا ليدر انه يسيب بروس بانر، وبروس بيتوسل لحياته ارجوك الا ده الا ده، حد يساعدني حد ينقذني. بنسمع صوت قادم من بعيد انا سامعك يا بني انا بحبك، وهنا بيظهر الشيطان هالك في كامل غضبه متحرر من اسره، عينيه بتشع حمار من الغيظ والشر لدرجة ان ليدر مدمر العوالم بيتفزع ويخاف وبيحاول يبعد عنه، وهو بيصرخ انا دفنتك انا ابعدتك عني ابعد عني ابعد عني. الشيطان هالك بيقوله انت حقيقي دفنتني، خلتني اتعفن في سجني، انا اتسجنت مرة قبل كده وده خلاني اغضب اكتر واتجنن اكتر، بس المرة دي انت ارتكبت غلطة كبيرة، انت اذيت الطفل هالك اذيت بانر، ولما بتأذي بانر باخد الموضوع بشكل شخصي. بينقض الشيطان بمنتهى القوة والعنف على ذا ليدر، بيهشم جسمه وبيسويه بالأرض. جو فيسكت بيقول إن أول مرة يشوف الشيطان هالك غاضب للدرجة دي. مدمر العوالم بيقوم وبيقول خلاص كفاية ذا ليدر ما بقاش مسيطر عليا. الشيطان هالك بيرد انت نسيت اني بقدر اشم الكذب، وهنا ذا ليدر بيبص مرعوب للشيطان وبيقول له انت عايز الحقيقة انا هوريك الحقيقة، وبيتحول فجأة لبرايان بانر أبو بروس وبيبص للشيطان وبيقول له أنا أبوك يا بني أبوك اللي قتلته، أنا جزء من ذا ليدر دلوقتي لما خرجني من الجحيم. الشيطان بيخاف وبيقول له مستحيل أنت كذاب أنت مش أبويا. ذا ليدر بيرد أنت بتشم الكذب وعارف أني مش بكذب، أنا دايما هكون جزء منك، ولا نسيت انت ورثت غضبك من مين؟ هنا بروس بانر بيتغاظ وبيقول له انا عمري ما هبقى زيك، انا هقتلك هقتلك قبل ما تحول ليك. الطفل هالك بيعيط وبيقول لا ما تقتلوش ما تقتلوش. ابوه بيضحك بجنون اقتلني اقتلني، وبيتحول ذا ليدر مره تانية بايد عملاقه وهو بيضحك كنت خايف لوهلة الشيطان هالك خوفني، بس شكرا انك رجعت لي الشجاعة تاني. بيمسك بروس بانر بمنتهى القوة، وهنا الشيطان بيجري عليه وبيقول له قتلناك مرة وهنقتلك تاني. الطفل هالك بيعيط وبيجري ما تقتلوش ما تقتلوش ما تقتلش ابي. جو فيسكت بيصرخ احذر ايها الشيطان بص وراك. الطفل هالك بيكتف الشيطان وهو لسه بيعيط زي الاطفال ما تقتلش ابي هالك عايز ابي يحبه هالك عايز ابي يحبه. الشيطان بيبصله بكسرة اوه ايها الصغير انا بحبك، وهنا بيتحول ذا ليدر لكائن عملاق مقزز اشبه بالحشرات بمخالب مثل الجراد المتوحش، وبيقول الطفل اختار خلاص مهما حبيته مهما حميته عمره ما هيحبك زي ابوه حتى لو كان حبك ليه من غير شروط وللابد، وبيغرز مخالبه في راس الشيطان هالك بيقصها وبينتزعها بسهولة، وبعديها بيطعنه في بطنه وبيطلع عموده الفقري من جسمه وبيمسك قلبه النابض بإيديه وبيدمره. يسقط الشيطان هالك جثة مشوهة على الأرض وبيموت. هالك الطفل بيعيط وبيقول أنا ما كنتش عايز ده يحصل هالك ما كانش عايز حد يموت.
ذا ليدر بيبص له بدماغه المشوهه وبيقول له لا انت اخدت اللي انت عايزه بالظبط، ما تقلقش انا مش هخدعك وهديك اللي نفسك فيه. بيحط ايده على راسه وبيقول له انا بحبك ايها الطفل الغبي. بيفتح البوابه الخضراء من تاني وبياخد بروس بانر وجسم الشيطان الميت للجحيم، وبكده مش بيتبقى في عقل بروس غير شخصيه جو فيسكت وهالك الطفل المتوحش. جو فيسكت بيصرخ لهالك ايه اللي حصل لك بحق الجحيم، انت غبي، انت ما تعرفش ابونا عمل فينا ايه، ما تعرفش اذانا ازاي. وهالك بيكمل عياط. في العالم الحقيقي هالك بيفتح عينيه بيلاقي نفسه مربوط بآلة قوية بتمتص منه أشعة الجاما وبتخليه في حالة من الضعف والهوان لدرجة ان جسمه بقى هزيل ومش قادر يتحرك. اما في وسط الظلام في الجحيم بيستيقظ بروس بانر بيلاقي نفسه اعمى مش شايف، بيقول في ألم انا حاسس ان في حاجة بتمتصني، حاجة بتاكل فيا، حاجة قتلت هالك. وهنا بنلاقي بروس متعلق وسط كومة من العروق بتربطه مع الشيطان هالك مش قادر يتحرك، والليدر بيتفرج على اللي بيحصل. وينتهي الجزء ده من القصة. قولي رأيك في الكومنتات، عجبتك ولا لأ، وما تنساش تعمل لايك تعمل سبسكرايب تفعل جرس التنبيهات وبيس.